المركز الأول لتكون أول المنطلقات وأول الباحثات عن الناموس. ولكن التسلل من الجانب الأيمن، الاندفاع هنالك من الجانب الأيمن مع تواجد انتباه سلطان بن سعيد بن حارب العميمي مقدما لانتباه، ولكن من تسللت مختارة في هذه اللحظات جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان، استلم القيادة، استلم الريادة على المركز الأول. المركز الثاني انتباه سلطان بن سعيد بن حارب العميمي، بينما المركز الثالث هنالك حشمة سالم بن سعيد بن كاسب المسافري من يحتل المركز الثالث، ورابع التحديات الاسم القادم هنالك والمنطلق في هذه اللحظات سقطرة لسيد سالم بن الصغير بن حمد العويسي، يتقدم مع سقطرة في هذه اللحظات على المركز الرابع. وخامس التحديات من الجانب الايمن درعا لسيد محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، وصل في هذه اللحظات مع انطلاق درعا. هذه النتيجه للخمسه المراكز الاولى للخمسه الشعارات التي تاتي في ندائنا الاول لمسيره هذا الشوط. نعود بحضراتكم الى المقدمه، الى التغيرات التي طرت وجرت عن الصداره. شعار بن مرخان يتواجد هنا على المركز الاول. المركز الأول هنالك درعا محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، يا سلام، ولكن من وصلت الآن؟ تقدمت في هذه اللحظات هنالك مختارة جابر بن عبيد بن سعيد بن رشدان، هنا من يشكل الخطر، ولكن وصول مع شعار يدو على المركز الثالث، بدأ يعلن حضوره هذا الشعار المميز. وأيضا هنالك الاسم القادم، يا سلام، الشعارات الجميلة، الأسماء المميزة الباحثة عن الفوز والانتصار. القادمة ضجة لسيد الصغير بن محمد بن عنودة العامري، يتواجد مع هذا الانطلاق الجميل. وأيضا المركز الثالث هنالك تتواجد في هذه اللحظات على ثالث التحديات الشاهنية حمدان بن علي الاكتبي. المركز الرابع، القادمة على رابع التحديات سقطرة سالم بن الصغير بن حمد العويسي. والمركز الخامس بنت الريح للسيد عمر بن عامر بن صوفان الأحبابي، يتواجد هنا على المركز الخامس. خمسة نجوم، خمسة عمالقة، خمسة أسماء مميزة، وهنالك شعارات قادمة ما بعد الخمسة المراكز الأولى ننتظرها في الكيلو الأخير، في الكيلو الخطير. ولكن الصدارة والمقدمة هنا والانطلاق الأول مع هذا التواجد الشاهنية حمدان بن علي بن سلام الاكتبي، وصل بن سلام على المركز الأول. المركز الثاني، الله، انتباه انتباه، سلطان بن سعيد بن حارب العميمي يقدم لنا انتباه. المركز الثالث سقطرة القادمة على ثالث التحديات. المركز الرابع من الجانب الأيمن التواجد الجميل والمميز، اقتربت الشعارات، اقتربت الأسماء المميزة، وهنالك سقطرة القادمة بشعار سالم بن الصغير بن حمد العويسي، يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع بنت الريح أمنوف القادمة على رابع التحديات سالم بن مطر بن عنودة العامري، وهنالك بغداد. الله الله، أوصلت بغداد، أحمود بن سالم الوهيبي بدأ يتقدم في هذه اللحظات. هذا الشعار المميز والجميل، ولكن تسللت الأسماء، تقدمت الآن وانطلقت الظبي سيف بن ساري بن بلوش المزروعي. وأيضا القادمة غدارة محمد بن عبد الله بن جابر البريدي المري، يا سلام، ولكن أبقى مع الصدارة، أبقى مع المركز الأول. سقطرة على المركز الأول، سقطرة على مقدمة الشوط سالم بن الصغير بن حمد العويسي. العويسي مسيطرا مع الناموس، مسيطرا مع السيارة، 400 متر أخيرة فاصلة عن الناموس. الله الله، فاجأتنا هنا بهذا الانطلاق. رودينا خلفان بن علي بن مصبح
بن سميط العليلي شعار بن شافي يتقدم الى وسام القادمة على المركز الثاني لمن الناموس لمن الفوز والانتصار. يا سلام سالم بن ناصر بن شافي القحطاني الظبي الظبي الظبي. اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة. تهانينا تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لشعار بن شافي على هذا الفوز والانتصار. الظبي سالم بن ناصر بن شافي القحطاني تهانينا والناموس بينما المركز الثاني. المركز الثاني رودينا خلفان بن علي بن مصبح بن سميط. المركز الثالث وصلت سقطرة سالم بن الصغير بن حمد العويسي. المركز الرابع الشاهني مبارك بن محمد بن قوت العامري. المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الكرام الشاهنية حمدان بن علي بن سلام آل كتبي. التوقيت الزمني 6 دقائق 57 ثانية 9 أجزاء من الثانية هو توقيت شعار بن شافي من قدم الظبي سالم بن ناصر بن شافي القحطاني. المركز الثاني 5 دقائق 58 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك رودينا خلفان بن علي بن مصبح بن سميط العلي. المركز الثالث ثالث المراكز سقطرة بتوقيت زمن 5 دقائق 59 ثانية 6 أجزاء من الثانية هو توقيت سقطرة. تهانينا والناموس لمالك سقطرة سالم بن الصغير بن حمد آل عويسي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.